لبيك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله عز وجل أيضا في هذا اليوم المبارك، نحن في خدمة ضيوف الرحمن وصلنا إلى المسجد الحرام. ما فعلته في مسجد الشجرة فعله في المسجد الحرام، لا تدخل على الكعبة هكذا. الكعبة مستورة بحيط باسطوانات المسجد الحرام، فيها اسطوانات كثيرة، خذ زاوية أيضا لوحدك. أيضا محطة مناجاتية، قل يا رب الآن وصلت إلى بيتك أكرمني، لكل قادم كرامة. أيضا وضع من الومضات، هناك دعاء يقال من كتبه على ورقة وجعلها في كفنه أو في يده، يعني وضع مع الميت في الكفن، لا يعذب في قبره. رواية مروية عن النبي وفيها كلمة لفظ الجلالة، لا يعذب في قبره والله. الآن دعنا عن السند، روايات الأخلاقية والدعائية، لا نحتاج إلى سند، نحن في محضر العلماء، اسألوا علماءكم. المضامين أنا أعتقد لو لم تكن رواية حقيقة أنا أقول لا يعذب أيضا، خاصة إذا كتبتها بيدك لا يكتب لك. اكتبها في الحج عند الكعبة، خذ ورقة وقلما عند الحطيم في عرفة، لا أدري في الروضة في دار الدنيا، اكتبها وقل لورثتك اجعلوها في يدي، عندما أدفن اجعلوه في يدي. طبعا هناك مناسبة مع الحج، ذكرت هذا المعنى لمناسبة. تكتب في الورقة: اللهم إن هذا أول قدومي إليك، أنا ميت الآن وأنا بوعيي كتبت العبارة، اللهم إن هذا أول قدومي إليك أو عليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة، أنا في القبر ضيفك، هذا أول ساعات الضيافة، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة. انتهى، لا فقرة أخرى. تكتب: إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني فلا تقطع إحسانك عني، كما يقال كلام برهاني من الدرجة الأولى. في دار الدنيا أعصيك وأنت تكرمني، أنا الآن ميت، أين إكرامك القديم؟ أكرمني. إذا كتبت هذه العبارة بيدك ووضعتها في الكفن لا يرجى أن لا تعذب. الشاهد قد تقول: لماذا نقلتنا من الحج إلى الكفن والموت؟ الكلام الكلام، إذا دخلت المسجد الحرام إلهج بهذه الجملة: إن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة، البيت بيتك والعبد عبدك، وها أنا ذا بين يديك. على كل إخواني أخواتي، تفننوا في هذه الزيارة. الطواف، وما أدراك ما الطواف؟ محورك بيت الله عز وجل، يعني أيها العبد اجعل رب العالمين محورا لاهتمامك وسعيك وطوافك. إذا رجعت إلى أرض الوطن اجعل الله عز وجل محور جهدك وجهادك وسعيك. طبعا هنا المعاني كثيرة،
تنتقل من ركن إلى ركن، إذا وقع بصرك على الركن اليماني من هناك زر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وما المانع أن تلهج بزيارة أمين الله وأنت في هذا الركن؟ بإجماع المسلمين رب العالمين جعل هذه المزية لأمير المؤمنين، أنا أقول هكذا والله العالم. هذه جائزة علي في مقابل استشهاده في مسجد الكوفة، قتل ظلما في بيت الله، رب العالمين عجل جائزته، جعل ولادته في بيته، ما جعلها لنبي ولا لوصي النبي. منذ أن خلق الله الكعبة لم تدخل هذه الكعبة امرأة والدة. يقال عندما جاءت حالة الطلق لمريم عليها السلام قيل لها اخرجي، هذا بيت العبادة لا بيت الولادة، الآن اخرجي من المحراب. ولكن فاطمة قيل لها ادخلي، هذا بيتك ولادة وعبادة. المهم حاول أن تعيش مشاعر ولائية علوية، ما شفت فعبر. عندما تصل الآن قبل الطواف الواجب بعد الطواف الواجب هذه الحركات، لأن قطع الطواف أيضا تعرفون فيها مشكلة، لا أن تبدأ من حيث ما ختمت. المهم صلاة ركعتين خلف المقام، رجاء ورجاء أنتم المنتفعون، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ثوب الإحرام، أنهيت من الطواف، حج بيت الله الحرام وتصلي خلف المقام، وفكرك في المتجر وفكرك في نقوش الكعبة، أي صلاة هذه؟ هذه قمة الصلاة، خير صلاة تصليها في عمرك هي هذه، ركعتان خفيفتان. حتى هاتين الركعتين فيها كل شيء إلا رب العالمين، تعبيرا الدارج حرامات الإنسان يصلي ركعتي الطواف وهو ذاهل. إذن أتقن هاتين الركعتين، وما المانع فقهيا؟ لا مشكلة، صلي صلاتين هكذا مستحبتين خلف المقام، هيئ نفسك للركعتين الواجبتين. قد تصلي الصلاة الواجبة وأنت هكذا مضطرب، هدئ نفسك، صل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. إن هدأت قليلا وتعودت على الأجواء صل ركعتي الطواف وأنت بكامل توجهك إلى الله عز وجل. إن لم تخشع هنا متى تخشع؟ ركعتان خلف المقام أمام الكعبة بثوبي الإحرام حاجا معتمرا، المهم اجعلها خير صلاتين في حياتك. ثم السعي، طبعا أقل المواطن في الحج والعمرة توجها السعي. الآن في الطواف البعض يلهج بالدعاء يبكي كذا إلى آخره، أما في السعي حالة الحجاج والمعتمرين تمشي بين الصفا والمروة، يتمشون كذا، وكان الهرول يهرول انتهى الموضوع، ثم يقصر أو يقصر من شعره وكأنه في محل حلاقة، انتهى الأمر هكذا السعي. قلت للإخوان مرشدين في النجف هذا السعي تذكر فيه ما أقول الآن، تذهب إلى المحكمة حكم مصيري، الآن متهم بقتل بين العمد وغير العمد، قد يحكم عليك بالقصاص والإعدام أو الحبس المؤبد. قضية مالية القاضي يكتب كلمة يصادر بها كل أموالك، أنت عندما تنتظر الحكم ماذا تصنع؟ تشرب الشاي وتدخن الدخان، تتمشى ذهابا وإيابا في الممر في حديقة المحكمة، المهم تذهب يمينا وشمالا تنتظر الحكم.
في حال وجل. الساعي بين الصفا والمروة هذا حاله، يعني يا رب أديت الذي علي، طفت حول البيت، صليت الركعتين، ما النتيجة؟ لا أدري. أسعى بين الصفا والمروة، أنتظر الحكم، حكم الرضا، المغفرة. ولهذا عندما تقصر على جبل مروة، إذا وجدت في قلبك إقبالا وحلاوة، اعلم أن الحكم لصالحك، رب العالمين كتب لك المغفرة. أنتم تعرفون بعد التقصير في عمرة التمتع تذهب للمنزل أياما وليالي، انتهى الأمر إلى أن تأتي الحجة. إذن هذه المرحلة الأخيرة اغتنمها في عمرة التمتع. لكن الوصايا العشر، أخي الكريم الحاج الموفق قال في ختام الحديث: أذكر بعض الوصايا في ضمن النقاط لكي لا تنسى إن شاء الله. أذكر النقاط العشر. أولا، توطين النفس على تحمل أذى الحج والعمرة. رأينا بعض الحجاج والمعتمرين يختل نومه، طعامه يتأخر، صاحبنا وكأنه ذهب إلى رحلة سياحية يرفع صوته بكذا وكذا، وهذا النزاع بين المقاول وبين الزائر نزاع معروف منذ الأزل، يطالب بحقه، وذلك المؤمن يدافع عن حقه. نعم، تتحول الحملة إلى أرضية المحاكمة. من الآن وطن نفسك على تحمل الأذى. الإخوة المدخنون كيف ولعهم بالتدخين، ولكن في شهر رمضان ماذا يصنع المدخن؟ بطولة من السحر إلى الإفطار 20 ساعة وهو يمسك. لما؟ لأنه وطن نفسه على ترك التدخين، رب العالمين يعينه. ولهذا من الإفطار إلى السحور وهو يدخن الواحدة وراء الأخرى قضاء عما في ذمته. إذن من وطن نفسه على شيء، ولهذا الشاعر يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا شعر، هناك رواية: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نويت شيئا نعم تقاوم. إذن من أول يوم من أيام الحج وطن نفسك. سمعت هذه السنة أن قسما من الحجاج يذهبون عن طريق البر، الآن مصيبة البعض قائمة، كيف نذهب بالبر؟ أيام وليالي نخاف مما نخاف. تذكر الأعوام، قصدي الحقب السابقة، يذهبون إلى الحج بوصية، وصية الموت. نذهب للحج بهذه القوافل على الجمال، أحدهم يحتمل احتمالا يعتد به لا يرجع، هكذا كانوا يحجون. تخيل إنسان يركب الناقة 6 أشهر، ماذا يبقى من ظهره؟ وأنت في حافلة مكيفة مريحة، وجبات الطعام إلى آخره فيها، وصاحبنا يرى أن هذه السفرة متعبة جدا، أين الصبر؟ إذن وطن نفسك على تحمل المشاق حتى تأتيك الهمة ويأتيك الدافع. ثانيا، تحمل الغير. نحن في الحج، نحن الآن الحمد لله الإخوة المرشدون في الحج لهم بعض المزايا، غرفة خاصة مع المرشدين، الأجواء لا بأس بها. لكن ساعد الله بعض الحجاج، 6 و7 من الحجاج في غرفة، ثقافات متباينة، أمزجة مختلفة، هذا ينام يرتفع صوته بالشخير، هذا سريع التقلب، هذا عصبي المزاج، يتفق أن أحدهم فيه مرض نفسي يصرخ يبكي إلى آخره، كيف تعيش في هكذا أجواء؟
إذن وطن نفسك على تحمل الغير. اتفاقا من الاختبارات في الحج قلنا هذا المعنى أيضا، لا تنظر إلى الحاج على بعنوان هويته الشخصية، هذا جارنا، هذا صديقنا، هذا صاحبنا، هذه العناوين ارمها جانبا، هذا ضيف الرحمن تحمله لوجه الله. نعم، النبي الأكرم يأتيه أعرابي يشد عباءة رسول الله، يتبين أثر ذلك في بدنه الشريف، اعدل يا فلان، يسمى النبي باسمه، لا أدب لا كذا، يقول إذا أنا لم أعدل من الذي يعدل، هكذا أدب رسول الله. هكذا النبي تحمل جفاة الجاهلية، أنت لا تتحمل مؤمن معك في الغرفة، أيضا تأسى برسول الله في تحمل الغير. ثالثا، برمج لنفسك، لا أخفيكم سرا، خارج المناسك وخارج الحرمين الحجاج غير كذا منضبطين يتململون، يأتي للسكن، انتهت الأعمال الآن بين حج التمتع وعمرة التمتع، أيام وليالي الإنسان يعيش البطالة تقريبا، لا عمل لا عبادة، ماذا يصنع؟ يتململ. نرجع إلى ما قلناه، اجعل لنفسك خطة، اختم القرآن الكريم، خذ معك بعض كتب أسرار الحج، إذا وفقنا الله عز وجل هذه الأيام نية لإصدار كتيب بعنوان أسرار الحج الإبراهيمي، حاول أن تفهم أسرار الحج، ما ألف حول الحج، اذهب وأنت متثقف بهذه الثقافة. قد تقول هذه الأيام يصعب إدخال الكتب، هذا الجهاز في جيبك، اربطه بالشبكة العنكبوتية، أعطيك من الآن العنوان، أدخل موقع السراج واكتب ملف الحج، تأتيك أسرار الحج وروايات الحج، وأنت في الطريق اقرأها وأنت مرتاح. الذين يمنعون الكتب ماذا يصنعون بالشبكة العنكبوتية؟ العلم صار متاحا للجميع. إذن رفع الملل بهذه البرمجة. وأنا جالس أخي الكريم سماحة السيد ذكركم بالاستحلال، استحلال الذمم، وهنا أضيف أيضا شيئا، البعض منا حقيقة، الكثيرون منا تسأله عن الوصية، يقول وصية عندي إن شاء الله، نعم عندما أبلغ من العمر ما بلغ أكتب وصيتي، هذه من الأخطاء الفادحة. أولا، هذه أيضا ومضة ومضاتية نافعة جدا بإذن الله، إن شاء الله بعد المجلس خاص الحجاج وغير الحجاج أيضا، من أعظم موارد الحسرة في القبر أن يكون ثلثك بيد ورثتك، تبحث عن كلمة لا إله إلا الله والملايين يستمتع بها الورثة، لماذا حرمت نفسك ثلث مالك؟ ندخل بعض المساجد، بعض الحوزات كتب عليها بنية نعم بثلث فلان ابن فلان، لماذا حرمت نفسك هذه المزية بجرة قلم؟ لو ذهبت إلى المنزل خذ ورقة لا تسوى فلسا، وخذ قلما لا يسوى فلسا، واكتب عليه بعد مماتي ثلثي في سبيل الله، كم كلمة؟ حتى بعد مماتي هم ما يحتاج، خذ ثلث بعد الممات، ثلثي سبيل، ثلثي سبيل، انتهى الموضوع. اجعل اكتبها في 4 رصاصات، 1 للزوجة، 1 لولدك الأكبر، 1 لعالم البلد، انتهى الأمر. ثلثي سبيل جعلك تكسب الأبدية والخلود.
ورثتك يستمتعون بالثلثين، كفاهم الثلث اجعلها لنفسك. قبل الحج قطعا اكتبها، وانتم تعرفون حتى الكتابه ليست بواجبه، فقط قل امام العائله ساعه الوداع اتفقنا على الرمز ثلثي سبيل. الان اردت ان تفصل لا باس، ولا ترهق الورثه بالتفاصيل. ثلثي يعطى للعطاشة من زوار الحسين عليه السلام يوم الأربعين، ما يحتاج إلى التفاصيل. ثلثي سبيل في كل شيء، انتهى الأمر. وصية وصيتان أنا كتبت 10 نقاط ضعف الطالب هو المطلوب ولملم الحديث. ما هي علامة القبول؟ أحدنا يتوقع شيئاً. هذه السنة في شهر رمضان إحدى المؤمنات قامت بحركة، أنا حقيقة نهرتها، ما هذه الحركة؟ بعد شهر رمضان تقول يا رب أنت راض عني أم لا؟ أنا ما وزني عندك، وفتحت القرآن رأيت آية. قلت من قال أنها كذا العلامة؟ هذا تفاؤل لا نقبل به. إذن البعض بعد الحج يفتح القرآن حجتي قبلت أم لا، من قال أن هذه حركة جيدة؟ علامة القبول تغير الباطن. إذا كنت غضوبا، وقبل أيام رأيت شابا مهذبا سيماؤه سيماء الصالحين له توفيقات وظاهره كذا هادئ المزاج، أسرني بالسر قال يا فلان ادعو لي، أنا إنسان سريع الغضب. قلت له بهذا الغضب لا تصل إلى مقام أبدا، لا تفكر في المقامات، أي مقام؟ قربتك مثقوبة املأها ماء يجمع ماء، ولكن بعد قليل كله ينزل. إذا كنت غضوبا رجعت من الحج، وإذا أنت الجبل الذي لا يهزك ريح، الآن هذه علامة القبول. نعم، إن سيطرت على غضبك بعد الحج قبلت حجتك. كنت شابا شهوانيا، الآن شابا شهوانيا يتفق، إنسان في الستين يعيش المراهقة. نعم، رأيت إنسانا كبير السن في حرب أمير المؤمنين ادعو لي ماذا تريد؟ قال مشكلتي مشكلة النظر. أي نظر؟ بلغ من الكبر عتية مشكلته النظر، يعيش عالم المراهقة. المهم الإنسان، ونعلم بعض حجاج بيت الله الحرام اعترفوا عندنا أنه أثناء الطواف نعم تفاعلا محرما، مثلا أمامه امرأة خلفه امرأة. المهم هناك قصة أنا ما رأيتها في الكتب، سمعتها قصة طريفة لا بس، بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. هذه القصة تنسجم مع مقام أمير المؤمنين، ليس بغريب عليه، هم مرتبطة بالحج والطواف. يقولون هكذا رأى علي إنسانا ينظر إلى الحرام، يعني ينظر بنظرة محرمة في حال الطواف. أمير المؤمنين الناهي الأول، المهم لطمه بعد إمام الإنس والجان، ضربه صفعة حيدرية، اترك هذا العمل. ذلك الحاج أو المعتمر ذهب واشتكى عند القاضي أو أحدهم في المسجد الحرام، علي ضربني بلا وجه. طبعا ذلك يعلم مقام أمير المؤمنين، قال رأتك عين الله وضربتك يد الله، تشتكي على من؟ صلى الله عليه وسلم. رأتك عين الله وضربتك يد الله، انتهى الموضوع. إذا يتفق الإنسان في حال الحج يزيغ بصره في الطواف وغيرها. المهم إذا رجعت من الحج قبل أيام في شهر رمضان المبارك، رأيت شابا على باب الحرم، شاب تقريبا يمكن أن يقال
الآن بلغ يعني خطت لحيته قليلاً، أقدر عمره في 15 تقريباً، اصطحبني وأنا أخرج من الحرم كعادة الشباب نصيحة كذا توجيه كعادتنا. أنا عادة إذا يسألني إنسان لا أعرف من هو أقول له اترك الحرام أولا، دعك عن المقامات المعنوية، اترك الحرام ومشكلة شبابنا هذه الأيام النظر المحرم. قال لي يا فلان مسألة الحرام أنا انتهيت منها. أي حرام؟ أنا لا يمكن أن أرتكب الحرام، يعني عندي بصيرة في الباطن معنى كلامي. قل لي عن المقامات، موضوع الحرام أنا عبرت هذه المرحلة. طبعا هو يدعي ولكن القرائن تدل على صدقه. شاب في أول أيام البلوغ يقول دعني عن الحرام، هذه المرحلة يقول هذا ابتدائية، ألف باء تأمرني بترك الحرام، هذا ألف باء الطريق. وهذا الألف باء البعض ساعة الاحتضار ما وصل إليها. الشاهد رجعت من الحج لا غضب لا شهوة محرمة، منضبط، اللغو من الكلام. البارحة جمعنا لقاء مع أحد كبار المسؤولين في هذه المدينة، داعي لتسميته، قال لي زوجتي تقول فلان مثلا ولدت طفلا صبيا. أقول ما لي وولادة فلان هذا يعنيني؟ يعني أنا إنسان عندي 1000 مشكلة، تقول لي فلان وضع الطفلة وهذا يعنيني؟ يعني شنو هذا الكلام؟ ما هذا الخبر؟ طبعا لو رحم هذا الأمر، أما جارتنا اليوم وضعت مولودا، حتى هذا المقدار من اللغو والكلام الذي لا فائدة من يتبرم من هذا مقام. إذن إن شاء الله هذه المعاني تجعلونها على بالكم. ختامه مسك، لا تعد النقاط وتقول ما قلت 10، تلك 10 كاملة في الحج. كلمة أخيرة وبها نختم الحديث، دائما أول الحديث وآخر الحديث يبقى في البال هكذا. الحمد لله طوال الحديث أرى وجوهكم بحوجوهكم متأملة بحمد الله. ختامه مسك، من أهم الهواجس التي يعيشها الحاج في العمرة والحج أن يتشرف بعناية إمام زمانه، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أنا لا أقول ابحث عن شخصه، أنا لا أقول تمنى اللقاء المادي وهي أمنية كبيرة، ولكن على الأقل أنتم تعرفون الإمام منذ أن بعد وفاة أبيه العسكري إلى الآن ما ترك حجة. أمير الحاج هو، لا يفوت موقفا. الآن إمام زماننا أين؟ لا ندري، في القطب الشمالي في الجنوب لا ندري، ولكن في موسم الحج حول البيت في مزدلفة في منى في رمي الجمرات الإمام قريب منك جدا. حاول في موسم الحج أن تتكلم معه، إذا صادفت جمعة وأنت في المكه وأنت حول الكعبة عندما تقول متى ترانا ونراك قلها بلهفة، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى قلها بلهفة. أحد الحجاج ونقلني كان في عرفات ينظر إلى الخيام وحالته، يعني يا مولاي أنت في أي خيمة لأحظى بلقائك. هذا الهاجس هاجس مقدس. أختمها هكذا بوبرة حسينية، إذا وصلت إلى الحطيم أيضا تذكر إمام زمانك، عندما يخرج لا ينادي بالعدل العالمي، لا يفكر في المستضعفين، أول ما يخرج يذكر جده الحسين عليه السلام.
هذا يقول هذه العبارة تمتم بها عند الكعبة: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشان. بعد قرون، بعد أكثر من 1000 عام، وإمام زماننا يبكي على عطش الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. تأتي إلى الحج، تكمل النسك، تذهب لعرفة لمزدلفة، ولكن صلوات الله على ذلك الغريب الذي ما أكمل حجته وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدري أين ينيخ بن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعما. بعد انتهاء النسك تذهب إلى منى، إلى منى، تقدم الأضحية، تقدم القربان. الحسين أيضا قدم القرابين، ولكن قربانه من؟ علي الأكبر. قربانه من؟ طفله الرضيع. قربانه من؟ القاسم بن الحسن. قربانه من؟ أخوه العباس. فيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله محروم. أكتفي بهذا المقدار، وأؤكد أن الحج سفر العشاق. أسأل الله عز وجل أن يهبك قلبا عاشقا، إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اجعل حجتنا هذه خير حجة. من لم يرزق حج بيت ربه، اللهم ارزقنا حج بيتك في الأعوام القادمة بخير وعافية. أرنا في سفرنا هذا وجه وليك، أرضه عنا بما شئت، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.